أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل الإيمان ويا عشاق الجنان ويا جند الرحمن ويا عسكر القرآن، أحييكم بتحية الإيمان والأمان، بتحية الإسلام والسلام، بتحية سكان الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم إننا نحمد الله أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين على أن يسر لنا اجتماعنا هذا، سائلين الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يوفقنا دائما وأبدا إلى كل ما يحبه تعالى ويرضاه. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. نشهد الله جل وعلا أننا نشتاق إلى هذه المجالس وتحن قلوبنا إليها، ذلك لأنها تذكرنا بالمقعد الصدق عند الملك المقتدر، تذكرنا بالأخوة الحقة في أعلى فراديس الجنان. فنسأل الله جل وعلا كما جمعنا في الدنيا تحت ظلال طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته ومستقر رحمته. أيها الأحبة، حور الجنان في أعلى الفراديس في كل يوم تزين، وفي كل يوم تتجمل وتقول: فحي على جنات خلد فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فهل من مشمع؟ النار في كل يوم تسعر، وفي كل يوم تزفر وتسجر، فهل من مشمع؟ حفت النار بكل ما تشتهيه النفوس، ولما أمر الله تعالى جبريل أن ينظر إلى النار قال: يا رب أخاف ألا يدخلها، أخشى أن لا ينجو أحد منها. ولما خلق الجنة وحفها بكل ما تكرهه النفوس قال له: اذهب وانظر لها. فذهب ونظر ثم قال: أخاف أن لا يدخلها أحد. فهل من مشمر؟ هل من مشمر؟ هذا هو موضوع لقائنا. إن الجنة عزيزة المطلب على كل جعبري جواب صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمارا بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، ولكنها سهلة على من سهلها الله عليه. هل من مشمر؟ هناك أمور ينبغي أن نضعها نصب أعيننا، ويجب أن نجاهد النفوس عليها، وأن نجد ونجتهد ونصابر ونثابر
أولها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك لأن ما من إنسان منا إلا وهو ملطخ بالتقصير وملطخ بالذنوب والخطايا، لا شك في ذلك. فلو أننا افترضنا أن الذي بلغ من العمر 20 عاما واقترف في كل يوم خطيئة واحدة من 20 عاما، أليست 20 خطيئة هذه كفيلة بأن تهلك هذا الإنسان؟ بلى وربي إن لم تتداركه رحمة الرحمن. والذي بلغ من العمر 30 كذلك، والذي بلغ من العمر أكثر من ذلك كذلك، هذا لو اقترف سيئة واحدة في كل يوم فكيف بمئات السيئات في كل يوم؟ نعم، إن الأمر جد خطير، ولذلك فلا بد أن يؤسس المسير على توبة صادقة، لا بد أن يؤسس التشمير إلى الدار الآخرة على توبة صادقة، وأسس على تقوى من الله توبة نصوحا على قطب الكمال تدور. ورغب الله جل جلاله في التوبة والإنابة إليه في كثير من آيات الكتاب العزيز، فالله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ويقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وإني لغفار لمن تاب
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولا يحسبن المرء الذي يحافظ على الصلوات الخمس والذي يؤدي أركان الإسلام أنه في غنى عن التوبة، كلا والله. فالرسول المطهر المزكى المصفى المنقى كان صلوات الله وسلامه عليه وآله يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات أنه كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا من؟ هذا الذي لا تمر عليه لحظة من اللحظات، ولا يمر عليه نفس من الأنفاس، ولا تمر عليه ساعة من الساعات إلا وقلبه متعلق برب الأرض والسماوات. فكيف بحال من تنتابه الغفلات ويقارف السيئات؟ أليس جديرا بأن يتوب إلى الله ويستغفر؟ أليس جديرا بأن يتوب إلى الله ويستغفر وينيب ويرجع ويتوب؟ على الأقل إذا كان الإنسان يؤدي الفرائض ويحاسب نفسه ويؤدي الواجبات والمندوبات والنوافل، فإنه يستغفر الله على التقصير الذي قد يكون دخل فيها. كل الحاضرين الآن أوقن تمام اليقين أن في صلاة المغرب شرد قلبه قليلا، لابد. هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يتمارى فيه عقلان، أن القلب شرد ولو شيئا يسيرا. هذا الشرود ألا يستحق استغفار؟ ألا ينبغي على الإنسان أن يستغفر؟ ولا يحتقرن الإنسان صغيرا لأنه قد صار في عداد الذاكرين أو الذين ينظر إليهم بأنهم من الذاكرين وبأنهم من المخبتين وبأنهم من المتقين. لا يمنعه ذلك من أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه في كل يوم، بل وفي كل لحظة تمر عليه. التوبة أول الطريق، ثم العلم. هل من مشمر للعلم؟ العلم هو عين القلب، كما أن حاسة البصر في الرأس هي العين التي تبصر بها الأشياء الظاهرة. عين القلب هو العلم، وباصرة القلب هو العلم، تبصر به طريق الدار، طريقك إلى الدار الآخرة. والله تعالى أثنى على العلماء وأثنى على العلم، وأثنى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك. يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء فوق المؤمنين درجات، ب700 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يطلب. هو الله فعرفه ودع فيه من وما دعاك ولم يترك طريقك مظلما.
عن الحق نحو الخلق يدفعك العمى. تقدم إلى باب العليم وسله من مواهب نور العلم بحرا قنيذما. تجنب قيود الحظ فالحظ مرتهن، وأرهق جنود النفس حربا ولا تهن. وفي ظلمات الطبع بالحق فاستبن، وعرج على باب العليم وسله من مواهب نور العلم بحرا قليذما. أترضى مقام الجهل تخبط في السرى بطامسة أعلامها متحيرا؟ تطلع لنور العلم واطلب مشمرا، فمن لم يكن بالعلم في الناس مبصرا فلا عاش إلا في الضلالة والعمى. فمن لم يكن بالعلم في الناس مبصرا فلا عاش إلا في الضلالة والعمى. وفي موضع آخر يقول: ومن لا له من ثروة العلم ثروة فمن ثروة الدارين قد صار معدما. فهل من مشمر للعلم؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك، والأمر يحتاج إلى صبر، الأمر يحتاج إلى صبر، لأن الله تعالى لما أوصى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بملازمة مجالس الذكر قال: واصبر نفسك. فالأمر يحتاج إلى صبر، الأمر يحتاج إلى مصابرة، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. يقول أحدهم وكان في سفر في طلب العلم فعطش، فما وجد إلا كوزا فيه ماء وفي الماء ضفدع، فاضطر إلى الشرب من ذلك الماء. وبعد ذلك قال: ألا إن هذا العلم ليس بمدرك، بطاعة نفس قد تصان وتودع. فطالب هذا العلم يحتمل الأذى ويشرب بالكوز الذي فيه ضفدع. فلا بد من صبر، ولا بد من تحمل، ولا بد من مجاهدة. ولنا في أسلافنا رضوان الله عليهم أسوة، فالإمام جابر بن زيد رضوان الله عليه شد وجد وقطع الفيافي وقطع القفار من فرق إلى البصرة. ماذا يريد؟ يريد هذا العلم، حتى حدث بنعمة الله عليه وقال: أدركت 70 بدريا فحويت ما عنده. وتأمل معي في 70 بدر، هؤلاء أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 70 هؤلاء فقط ممن أدركوا بدرا، حوى ما عندهم جابر. 70 بدريا حوى ما عندهم جابرنا وقد وعى وقد علم. فال70 بدر هؤلاء حتى يحوز الإنسان ما عندهم كم يحتاج من الوقت، خصوصا وأنهم جالسوا من؟ جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى يحوي الإنسان ما عند هؤلاء 70 يحتاج إلى وقت. نحن الآن في هذا الوقت لا نستطيع أن نحوي ما عند عالم واحد من علمائنا، فكيف ببدري تحوي ما عنده؟ ويقف عند شطآن البحر ابن عباس فيقول: كدت أن أغرق، حويت ما عند 70 إلا البحر، يعني عبد الله بن عباس، أمام أمواجه الطامية خشيت أن أغرق. لأن ابن عباس رضي الله عنه ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذلك من التشمير للآخرة
المصابرة على الطاعات، والمصابرة على الطاعات هو أحد أصناف الصبر الثلاثة. فالصبر كما تعلمون صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على الأقدار. وهذا صنف من أصناف الصبر، الصبر على طاعة الله. وفي حقيقة الأمر أننا، ولا أزكي نفسي بذلك، نرى كثيرا من إخواننا يهملون كثيرا من الطاعات التي قد تقربهم من رب الأرض والسماوات مع استطاعتهم على ذلك ومع قدرتهم على ذلك، ولكن لا تدري ما السبب. مثال ذلك أنني دخلت مسجدا ذات يوم من بعد صلاة الفجر، دخلت المسجد لصلاة الفجر، وبعد الصلاة مباشرة التفت الإمام إلى المصلين ودعا دعاء قدر يمكن 5 دقائق أو أقل من ذلك، ثم صافح المصلين، فالتفت يمنة ويسرة فما وجدت أحد. أما علم هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما فله، أو معنى الحديث، له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. فثلاث مرات وصلى يقول: تامة تامة تامة، له أجر حجة وعمرة. إما أن يكون هذا الإنسان أو هؤلاء الأشخاص لا يعلمون، وهذا أمر مستبعد، لأن الإخوة مطاوع واللافتة معلقة على الجدار، فرص ذهبية. ولعل بعضكم شاهد هذه الورقة منشورة في عدة مساجد، وهذا المسجد من ضمن تلك المساجد، أو أنه غني عن أجر حج وعمرة، أو أنه عنده بعض المشاغل، وهذا قد يكون يعذر، لكن يعني غالب الأمر الغالب يعني، أو الحالة الغالبة، أنه لا يشغل الإنسان، مش أشغال بين الفجر وطلوع الشمس، مش أشغال، إلا السرير والوسادة والبطانية، ما شغل. أما إذا كان هذا فليس بعذر، يشتري هذا الأسرة والوسائد والبطانيات الدنيوية، ويترك سرور، يترك سورا مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي ملثوثة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن هذا هو الجنون بعينه. فلماذا لا تجاهد النفوس على مثل هذه الطاعات عند الاستطاعة؟ لماذا؟ ما الذي يقعد العبد عن هذه الطاعات وهذه النوافل مع الاستطاعة والقدرة؟ بمجرد أن يصلي الفجر انصب إلى فراشه، مشي عن غير الفراش. وحقيقة الأمر كما قيل: في المعاصي لا تنظر إلى المعصية من حيث أنها معصية، ولكن انظر من حيث أنها في حق من تكون. كذلك ينظر في الطاعات، لا تنظر إلى الطاعات من حيث أنها نافلة أو صغيرة أو عظيمة من جلائل الأعمال، ولكن انظر إلى فقرك إليها وحاجتك إليها. أنت المحتاج إلى هذا، وأنت المفتقر إلى هذا الثواب، فلماذا الإهمال؟ ومن الطاعات كذلك صلاة الضحى. إن بابا خصصه أو خصه الله تعالى من أبواب الجنة للمحافظين على صلاة الضحى، فإذا ما دخل منه هؤلاء أغلق. فهل جهلنا هذا أو نحن أغنياء عن ذلك؟
وكذلك من الأمور التي يهملها كثير من الإخوة أذكار الصباح والمساء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم غفرت له خطأ 100 مرة غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. يعني هل نحن أغنياء عن ذلك؟ بالطبع لا. ولكن الكسل ولا يفوز بالجنة كسول، الكسل ولا يدخل الجنة كسول. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. فالكسول محروم ومخلول. وكذلك من الأمور، من الطاعات التي نهملها كثيرا ونقصر فيها كثيرا، قيام الليل. ونسأل الله العافية. نحن الآن ما تجلس عند مستقيم إلا ويقول لك الأمة ضاعت، الأمة فسدت، الأمة هلكت، الأمة احلولت فيها ظلمات الجهل والذنوب والطغيان والبغي والبعد عن الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جن عليه الليل من أوله إلى آخره نوم. إذا ما الفائدة؟ أنت واحد من الذين تضج الأرض منك، أنت واحد من الذين شارك الأمة أو شاركوا في تضليل الأمة وفي ضياع الأمة، ما علمك بأنها في أحوج الناس إليك، إلى ركعتين في جوف الليل ودعوتين ودمعتين في جوف الليل. الأمة بحاجة إليك. يأتي ما نجلس في مجلس إلا ونجد الإحباط كله، جبال من التشاؤم، راسيات شامخات بابخات على رؤوس كثير من الإخوان. لماذا هذا؟ الأمة تحتاج إلى 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 قوم إذا جل الظلام عليهم طاروا إلى الملكوت بالأسرار، قربانهم أرواحهم ونعيمهم داب على السبحات والأذكار. خبت إذا جل الظلام عليهم سجدوا على الكفنات كالأحجار. الأمة بحاجة إلى هؤلاء. أما عبد يشمئذ ويعني يذكر لك مآس الأمة ومصائب الأمة وهو الأمة ولا يقدم لها شيء حتى وإن كان داعيا، أي دعوة لا تلج من محراب قيام الليل لا حياة فيها، لأن الله جلت قدرته وتعالت عظمته قبل أن يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قم الليل إلا قليل. قال له: سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال قبل ذلك: قم الليل إلا قليلا، حتى تكون مؤهلا للحمل الثقيل. ونحن إن كنا نريد أن نكون دعاء، ولا بد أن نكون، بل وواجب علينا أن نكون دعاء، إذا كنا نريد أن نكون دعاة للحق والخير والاستقامة والهدى، لا بد من سجدات الليل وركعات الليل ودمعات الليل ودعوات الليل وقيام الليل وتلاوة الليل وتضرع الليل وابتهال الليل، لا بد من هذا. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. والصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، قالوا: كنا نقوم الليل حتى تتفطر أقدامنا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. قيام الليل
ما أظن أحد منكم تخفى فضائله عليه. الله تعالى أثنى على المتقين فقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ما أول هذه الصفات؟ صفات الإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قليلا من الليل ما يهجعون وعند السحر يستغفرون. الليل كل قيام وفي آخر القيام استغفار. إذا من نام الليل كله وصحى قبل الفجر بعشر دقائق صلى الله عليه وسلم يعني محدد موقت الساعة قبل الصلاة ما قبل الأذان، قبل الصلاة بعشر دقائق بحيث أن الواحد يتوضا ويمشي المسجد ويدخل المسجد ويقام الصلاة بس. وهذا مطوع صالح، هذا مستقيم، هذا يحمل مسؤولية الدعوة، هذا يستطيع أن يتحمل الدعوة الله تعالى ومسؤولياته وأعباءه، يستطيع هذا؟ كلا وربي لا يستطيع، مع أنه مسؤول ومع أنه مكلف بالدعوة إلى الله جل جلاله، ولكن مع هذا الحال لا ولن يستطيع أن يتحمل مسؤولية الدعوة. وصف الله عباده قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فقال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وماذا وصلى بالليل والناس نيام. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. بهذه الدعوات في جوف الليل نسبح وعلى بساط الذل وفي محراب الخشوع والخضوع نتبتل إلى الله جل وعلا وندعوه أن يرفع ما ران على الأمة من ظلمات ومن جهل ومن جور. فهل من مشمر؟ هل من مشمر لبذل نفسه للإصلاح، لبذل النفس والمال والغالي والرخيص والطارف والتليد لله لإصلاح هذه المجتمعات الفاسدات وخصوصا شريحة الشباب؟ يجب أن يعنى بها الاهتمام، يجب أن يعنى بها الاهتمام. ووالله إن في الشباب الذين نراهم يتسكعون في الطرقات في بعضهم الخير الكثير إذا ما اهتم بهم. وقد يعني جربت هذا
خرجت ذات يوم من بعد صلاة العشاء فإذا بشاب سكران وأمسك بي وهو يبكي ويقول أريد أن أتوب، فقلت لعل الآن العقل ما حاضر يعني غايب، وترى السكران يقول كذاك اللي بقي على لسانه، فقلت انت في عقلك ولا من غير وعي؟ قال اريد ان اتوب كذا بصريح العباره ابغى اتوب فساعدني، وترى كذاك اللي يقول باغنك تهديني، قلت استغفر الله. قال كذاك اريدك انك تهديني، قلت لا انا ما اهدي. فقال اركب السياره، انا ما اطمئنت بدايه الامر، ولكن رأيت الإلحاح من هذا الإنسان وركبت السيارة وراح المسجد، حاولت أن أمنعه من دخول المسجد أبى، وسجد ويقول استغفر الله وأتوب إليه ويقلب وجهه في السجادة، قلت لا إله إلا الله. قلت طيب قم إن شاء الله بهديك على أنها هداية إرشاد ما هي هداية دلالة. قلت له تعال، قلت له من تجالس؟ قال أجالس وتعرفهم هو المنطقة. قتل السكارى والحشاشين والخمارين وأصحاب السجائر، هؤلاء هذا البلاوي كلهم فراعنة هذه الدنيا، كلهم ذيلا لو ما تابوا أعوذ بالله إلى جهنم باصل أقول أصحاب المطاعم من غير حساب، وتريد أن تجالسهم وتفوز بالتوبة؟ قال يقول المهم أنا الآن جيدك وشوف مو. قلت طيب لا تجالس من تجالس واستبدلهم بصحبة الخير، وإذا كان عندك أشرطة غنائية جيبها أنسق عليها أشرطة إسلامية. قال طيب، ولا زال في نفسي ريب من حال الإنسان. قلت بعد سكران، فجاءني في اليوم التالي صلاة الفجر، هو يوقظني لصلاة الفجر والأذان ما مأذن، يوقظني لصلاة الفجر يقول قم صلي. قلت طيب، فرحنا صلينا ورجعنا، وأخذ مجموعة من الأشرطة وصلح حاله واستقام والحمد لله. فأقول من أمثال هذا كم، ولا شك أنهم كثر ولكن يحتاجون من يفتش عنه، يحتاجون من يفتش عنه. بعض الناس ما يرتكب معاصي ولا شيء، ولكن عن جهل كذا ما يصلوا ولا، بس يحتاج الى شيء من الجرعات، شيء من الحقن، حقن قران وسنه، مثل قال ينقاد اليك ويستسلم وياتي الى المسجد ويتواضع وينكسر لله ويتذلل ويترقى الى اعلى مدارج العبوديه ومسالك الطاعه. نعم، ولكن يحتاج الى تشمير. فهل من مشمر؟ يروى عن بعض الشباب الذين لديهم غير على الأمة، وجدوا مجموعة من الشباب على الرصيف، هذا لشخصين الإخوة الصالحين، فقال واحد منهم قال أنا يعني لا تسمح لي نفسي أن أترك هؤلاء على هذا الحال، فلا بد أن أنصحهم. قال على الرصيف؟ قال على الرصيف. قال يا إنسان ستوقعنا في مشاكل نحن في غنى عنها؟ قال لا بد أن أذهب إليهم. قال طيب اذهب بنفسك. قال حسن. فانتظر في جانب هذا الأخ، وانطلق هذا الغيور إلى ذاك المجلس، وذاك المجلس في قبول وغنى وفوضى، ولكن أول ما شافوا هذا الرجل الملتحي ذو الهيئة الحسنة هذا الذي تظهر عليه علامات السجود، أوقفوا ذاك القبول ذيك الزمور، فانتظروا ماذا سيقول هذا. فقالهم عندي فقط بعض الكلمات أريد أن أهديكم إياها. قال تفضل. قال توكلت على الله وأغمضت عيني وقلت ما فتح الله، ذكرت بالموت والقبر والآخرة والبعث والنشور والجنة والنار. قال فما فتحت عيني إلا على صوت فظيع، هذا الصوت صوت ماذا؟ صوت ذاك صاحب العود يضرب بالعود على الرصيف كسر.
وعاد إلى الله. قال: فواصلت والرؤوس مطاطة والعيون تذرف بدموعها. وبعد ذلك قال: أنهيت الكلام وكلهم تعطش لمزيد من الكلام والتذكير، وقالوا: كنا في غفلة وكنا في شرود وكنا في بعد، وأين كنت أنت وأين كان أمثالك؟ نعم، يعني الآن الناس ويجوا يصلوا، تراهم جايين يصلوا، ما يصلح تقولهم يا ناس صلوا اتقوا الله صلوا، والله ما جينا إلا نصلي، جايين المسجد عشان نصلي. لكن الناس اللي في الشوارع، الناس اللي في الغفلة والضياع، هؤلاء يحتاجون إلى من يقول لهم يا ناس تعالوا صلوا. أما اللي جاي المسجد ما يحتاج يقول تعصب، فهو جاي يصلي. لكن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من العزم، ويحتاج إلى شيء من التشميع، ويحتاج إلى شيء من الهمة. بعض الإخوة يقول: أنا ما عندي أسلوب في المحاضرات، ما أعرف أقول ويقول المطارات، ساعة ساعة ونص كلام، ما أعرف أقول هذا الكلام كله. طيب الدعوة ما توقف على المحاضرات فقط، هناك أسلوب من الدعوة يسمى الأسلوب الدعوة الإنفرادية، ممكن تأخذ شخص وتصاحبه وتماشيه، وذاك الإنسان قد تكون لديه الاستطاعة لأن يلقي المحاضرات فيهدي الله تعالى به ألوفا كلهم في موازين حسناتك. نعم، والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف، إن أمر عنا. أساليب الدعوة كثيرة، بعضهم فكر في المجلات وفيها بريد الأصدقاء أو مكان للتعارف لهواة التعارف، فأخذ مجلة من هذه المجلات وتفرس في وجوه الأصدقاء واختار الوجوه التي يرى فيها شيء من الخير وراسلها. بداية الأمر هذا مجرد تعارف فيما بينها، ثم الرسائل التي من بعد كانت فيها شيء من الحقن، شيء من الجروعات عله أن يصطلح. وجاءت من بعد ذلك رسائل تبشر بأن أولئك الأشخاص عالوا إلى الله سبحانه وتعالى، وسردوا قصصهم في الرسائل، ومنها ما يدمع العين ويبكي القلب. نعم، وأعرف بنفسي شخصا عرفته، والآن أسأل الله تعالى أن يتغمده برحماته وأن يسكنه أعلى فراديس جناته. في فترة وجيزة من الزمن، يعني أظنها أقل من أسبوع، أعاد الله تعالى على يديه 6 أشخاص، وعلى أيدي 6 عاد غيرهم، أو على بعض 6 عاد غيرهم. فهذاك الرجل توفاه الله تعالى، ولا تزال بمشيئة الله تعالى وإذنه وفضله ورحماته تصل إليه الحسنات، وهو إن شاء الله في روضات جنات ونار. نعم، فبالتشمير والعزم والجد والاجتهاد يمكن أن تثمر الدعوة. وأما بهذا الفتور الذي نراه في حياتنا، وبهذا التكاسل، وبهذه النظرة التشاؤمية للأمور، لن تصطلح الأحوال أبدا، لن تصطلح الأحوال. كنت في فترة ليست بعيدة مع بعض الإخوة، وكانوا دائما يعني يشكون من الضغوط، ويشكون من بعض الأمور التي تصيبهم في ذيك المنطقة من إثر التيارات الفاسدة وكذا. فيعني رحت في زيارة مع هؤلاء الإخوة، فوجدت العجب، هؤلاء الذين
يعني دائما يوصلون الأخبار أن هذه المنطقة فيها فساد وهذه المنطقة فيها صياع وفيها انحراف وكذا. هؤلاء الإخوة بأنفسهم يحتاجون إلى إصلاح، يحتاجون إلى من يقومهم. تأتي إلى يعني بعض الإخوة الزور يقول فلان أي من نفس المجموعة يغتابني ويظن في السوء ويقول في كذا وينقل عني كذا ويقول عني كذا. قلت متى يبلغ البنيان يوما تماما؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. إذا كان إخوة الذين يتحملون مسؤولية الدعوة في شقاق وخلاف وقلوبهم مكدرة، متى يرجى ثمار هذه الدعوة ومتى يرجى أن يقوم بنيانها؟ التمسنا منه وتعلمنا من شيخنا سماحة شيخنا حفظه الله تعالى التفاؤل. كان لما يتكلم عن الإخوة الصالحين أو يتكلم عن يعني الصلاح في المنطقة يتكلم بانشراح ويتكلم وكأن المنطقة لا يوجد فيها معصية أبدا، لا توجد فيها معصية. لما يتكلم تجده يشرح الصدر فتخرج من عند الشيخ وكلك يعني ارتياح ولو كنت أنت من ذيك المنطقة، إلا أن يعطيك أخبار عن منطقتك قد تكون أنت لا تدري بها وهو هنا وبين وبينها مسافات، ويخبرك عن منطقتك أن فيها صحوة وفيها دعوة وفيها فلان متحرك ويسميهم بأسمائهم، يقول فلان ما شاء الله من الصالحين وفلان ما شاء الله من المصلحين وفلان كذا. فتخرج أنت وفي نيتك أن تقتدي بالشيخ بذلك الحال، ويجب حقيقة أن يجعل قدوة في ميدان الدعوة. ولكن نجد هذه الزلات وهذه السقطات في الميدان ولا ندري يعني كيف تجتث هذه الأمراض من نفوس دعاتنا. نعم، والتضحية لا بد منها، التضحية في سبيل الإصلاح لا بد منها. فهل من مشمر أو بكر الصديق يبذل ماله كله رضوان الله عليه عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تركت لعيالك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم خيرا كثيرا. قال ماذا تركت؟ قال تركت لهم خيرا كثيرا. قال ماذا تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ما ترك شيء عمر، أبو بكر ما ترك شيء في البيت، وعمر أتى بنص ماله في سبيل الله. التضحيات لا بد منها، التضحيات بالأوقات والتضحيات بالأموال. أسلافنا كانوا يضحون بأرواحهم، من السابقين الإمام مسلم بن أبي كريمة يعني أبو عبيدة رحمه الله تعالى الذي كان يقود العالم من أين؟ من برج العاجل؟ لا، من تحت سرداب، من تحت سرداب في البصرة يقود العالم من أقصاه إلى أقصاه ويقود أهل الحق والاستقامة. وتأتيه الاستفتاءات من مشارق الأرض ومغاربها وهو تحت سرداب، ويعد الرجال والأطفال تحت سرداب، والأئمة وأهل الصلاح والتقى تحت سرداب. الإمام طالب الحق رحمه الله تخرج من ذاك السرداب، أبو حمزة تخرج من ذاك السرداب، غيرهم تخرجوا من ذاك السرداب، حملت العلم إلى بلاد المشرق وحملت العلم إلى بلاد المغرب وانطلقوا في أرجاء الأرض. ولسان حالهم جئنا نطوي الأرض دعاة ونمد إلى الله يدينا نسأله عزا وثباتا ذلك فضل الله علينا. فقامت على أيديهم الدور السمية. يقول أحدهم أحمل رأسا قد مللت حمله وقد مللته غسله ودهنه، من ذا الذي يحمل عني ثقله إن الشقي من تولى قتله. من رباه هذا؟ أين تربى؟ في أي جامعة وفي أي كلية؟
في سرداب أبي عبيدة. نعم، في هذا الزمان لنا أسوة في المضحي الكبير فضيلة الشيخ العلامة محمد الصوافي حفظه الله تعالى. وما منكم من يجهل هذا الإنسان الذي يعني لا تضيع دقيقة من حياته هباء، حياته وقف للعلم، وقف في سبيل الله، ما تضيع ساعة ولا لحظة ولا دقيقة من ليل أو نهار إلا لله. فهل اقتدينا؟ وهل اقتفينا؟ أم أننا نذكر محامد هؤلاء الرجال ونطل إلى قممهم كالأقزام؟ لابد أن تكون لدينا بعض شيء من الغيرة وشيء من الهمة. سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، فلا بد من التشمير لها. كما قلت، الأوائل كانوا يبذلون الأرواح وهي أغلى ما يملكه الإنسان. أحدهم كان بيده تمرات ويأكلها، ثم قال: ما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، والسيف يقرع السيف في تلك اللحظات، ما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة. فرمى بالتمرات وقاتل في سبيل الله حتى استشهد. وآخر يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، ما لي إن بايعتك؟ قال له: لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. قال له: ما على هذا أبايعك؟ إذن ماذا يريد؟ قال: أبايعك على أن أجاهد في سبيل الله، فأضرب بسهم منها هنا ويخرج منها هنا، فأموت شهيدا وأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدقك الله. وفعلا لما نادى منادي الجهاد قام ليعلي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وضرب بسهم من جانب من عنقه فخرج من الجانب الآخر وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، فقال الصحابة: يا رسول الله، هذا الذي قال ما قال آنفا؟ قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال: أهو هو؟ قالوا: هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. وآخر في ليلة دخوله على زوجته في ليلة العرس، في تلك الليلة نادى منادي الجهاد: يا خيل الله اركبي. فقام من عند زوجه وهو يقول: يا راية الله ارتفعي. وأخذ السيف وقاتل في سبيل الله وطار إلى أعلى فراديس الجنة، من عند زوجه إلى الجنة، من عند زوجة من زوجات الجنة إلى من عند زوجة من زوجات الدنيا إلى حورية من حوريات الجنة. نعم. فجاءت زوجه وتقول: يا رسول الله، إن زوجي على جنابة. فنزل سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق ليقول: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقد غسلته الملائكة بين السماء والأرض. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. نعم، هذه التضحية وإلا فلا. ونحن الآن الواحد يقال جمعية، سوى جمعية 10 أشخاص، كل واحد يدفع نص ريال، وبعد بيتخلف نص ريال بس، ما شاء نص ريال في الرصيد الأخروي، يعني ما يضيع في الرصيد الأخروي.
ومع هذا يبغى النص ريال. هزلت وبان من هزالها. فلا بد في حقيقة الأمر أن ترفع تشحذ هنا بشيء قليل. والأعمال التي ينبغي أن يجد ويجتهد فيها المرء كثيرة وكثيرة، وأعمال البر كثيرة وكثيرة ولا يسع المقام لذكرها، ولكننا لنا موعد إن شاء الله تعالى في الشهر القادم مع هذا الموضوع، هل من مشمر، ونتم هذا الموضوع في حلقة أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جلت قدرته وتعالى عظمته أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته، إنه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.